داء السكري لو ديابيت يحدث عندما يعجز الجسم عن إنتاج كميات كافية للأنسولين. النوع الأول يعتبر مرض مناعي ذاتي، هنا عندنا أجسام مضادة تهاجم خلايا البنكرياس لتنتج كميات الأنسولين. النوع الثاني لو ديابيت دو تيب 2، النوع الثاني هو عندنا مشكل أساسي في مقاومة الأنسولين. يقدر المريض يقعد أعوام وهو ما على بالوش بلي عنده المرض. هي التشخيص لازم يكون في مخبر، في تحاليل، مستوى معين تاع السكر يكون بعد صيام فوق 8 ساعات. ربما هذا هو السؤال اللي سبقني ليه دكتور. تفضل. الصائم المريض الداء السكري في حال تم السماح له بالصيام، ما هي الأعراض يعني في حال ظهورها يجب عليه الإفطار؟ للتذكير برك، هذا القرار ما يكونش في اخر ايام اللي قد يجي قبل رمضان. هذا القرار يجي جينيرالمون حنا نبريباريوها دو موا ا لافونس، ثم نشوفوا الطبيب المريض شهرين قبل رمضان باه نفهموه، باه ندوكيوه، وباه ننسيو كيفاش اذا كان السكر ماهوش متوازن نسيو كيفاه نوازنوه قبل ما يلحق رمضان. نفهموا لي بارون تاعو ولونتوراج تاعو، يعني القرار يجي قبل رمضان بشهرين على الاقل، ماشي في اخر ما، باسكو كاين مرضى وقت يشوف الطبيب يشوفها في السمانه الاخرى اللي قبل رمضان. فيما يتعلق بالاعراض دكتور في حال ظهورها، طيب في حال ما الصام الطبيب اعطى الضوء الاخضر للمريض باش يصوم، نميزوا عموما ثلاث حالات. الحالة الأولى بما أنه مريض مش راح يشرب دواء في فترة الصيام، مش راح يتلقى نقولوا إحنا إذا أنسولين أو أقراص، يقدر يطلع له السكر. هذه الأولى، لأنه السكر ماشي يطلع بالماكلة برك، السكر يطلع لأنه كاين مشكل في عامل الأنسولين ولا في كمية الأنسولين في الجسم. ولهذا ما مريض يصوم يلقى السكر يقدر يطلع له 2 أو 3 غرامات، يقول لك بورتوني ما كليت والو، لانه بعض الناس تحط في بالها باللي مادامني اني صايم تسمى السكر وما يطلعليش، يربط ارتفاع نسبه السكر في الدم يربطها بالاكل. الوغ كو هي نو، هي مرتبطه بالمرض. تسمى ما تاكلش داير، كيفاش نشخصوا احنا مريض السكري؟ يروح ياكل ولا يروح صايم يعيط؟ يروح صايم ويلقى السكر تاعو طالع. فوالا، دونك الاول يطلع، شحال يطلع؟ حنا ننصحوا المريض اذا لحق 3 غرامات يفطر. باش يفطر، ماشي يفطر بالحلويات، راح يشرب الماء، لانه 3 غرامات فما فوق ديجا هنايا لي كومبليكاسيون راح نقربوا في المضاعفات تاع السكري، سمحي لنا اون راكورسيغ لا دوغ ديفوليسيون. اي دوطخ باغ، من جهه اخرى 3 غرامات هذه راح تعرضوا للجفاف، باسكو اذا فات نسبه السكر 2.5 في الجسم هنا تولي السكر يطرحه الجسم خارج عن طريق الكلى، دونك اوتوماتيكمون السكر كل ما يطرح السكر كل ما راح يفقد ماء، وهنا يعرضوا الجفاف خصوصا الناس نقولوا كبار المسنين ولا المرضى اللي يتناولوا بار اكزومبل دي ديوريتيك، الادويه اللي يستعملوها خصوصا مرضى القلب. الخطر الثاني هو هبوط السكر. هبوط السكر علاش؟ باسكو المريض مش راح ياكل وقدر الدواء مازال يخدم فيه، ثم عدم توازن بين الدواء، هنا الدواء يكون اكثر من لي زابور، من الشيء اللي كلاه والشيء اللي راهو كيما نقولوا مخبيه محتاجه، دونك يتحلو السكر. يتحلو السكر شحال؟ اذا كان صايم المريض اعراض السكر، هبوط السكر لازم يعرفها اي مريض عنده السكري، لازم يكون يعرفها. يعني ما كانش مريض في عام ديفوليسيون نقولوا من ديابيت مع الاقل ما طاحلوش مره، الا اللي نقولوا يتبع حميه ولا يتبع الادويه اللي جوست تعدل ماشي اللي تهبط السكر. هاد الاعراض هي ضباب في الرؤيه، هي رعشه، تنميل الاطراف، هي احساس بجوع هكا، احساس تحكمو عرقه، تحكمو خبطه تاع القلب. يعني المريض ما يغلطش في الاعراض تاع هبوط السكر، كي يقول لك مريض طاح لي السكر يعرفها، باسكو الاعراض تخوف شويه على هذه. المريض كاين مرضى يحب السكر طالع وما يحبوش هابط. في حاله احساس المريض بهذه الاعراض، اذا كانوا الاعراض كامل باينين ظاهرين الاعراض هذوما،
نفرضوا بعيد عليه حتى الجلوكومتر ولا نقولوا الوسيله باش يقيس السكر تاعو ماهيش اصلا متوفره عنده ولا بعيد عليه، يجوز له يفطر، يجوز له يفطر خصوصا اذا هاد الاعراض مازال الاذان باه يستنى هذيك تسمى بعيد، ما لازموش يستنى هنا، لازمو يفرق صيامه ولازمو يفطر. احنا الهبوط نقولوا 0.70 على العموم 0.70 بصح كي عاد مام قياس السكر يتم بالشرائح يقدر مريض يلقى 0.80 وهو ديجا يبدا يحس في الاعراض. كيما يقدر مريض عنده ادويه وعنده دي كومبليكاسيون اللي يخليه ما يحسش بالليبو غليسيمي، ما يحس لهاش كي يهبط. هذا ما نبقاوش نستناو في 0.70 يعني غير تلحق في السبعينات لازمو يفطر. فوالا دونك هذه هي، باسكو حنا ما نربطوش المريض برقم، كون ربطوه برقم راح يبقى يأس 0.70 مام 0.71 يقول لك الطبيب انا قال لي 0.70 دونك في وجود الاعراض مهما كان الحال يفطر، الحال يفطر. في غياب الاعراض اذا قربت من 0.70 يدير حسابه باللي قادر لاباغي اللي عنده يخرج له شويه زايد، نقولوا احنا بالك السكر تاعو راهو 0.70 وهو يخرج له 0.75 0.76 يعني سي لا ميم شوز، لازمو يفطر. دونك الجفاف ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم، هادو هما المشاكل الأعراض اللي لازم تخلي الصائم يفطر يعني. فوالا دكتور، من أجل صيام صحي ما هي الحمية الغذائية الواجبة على هذه الفئة من المرضى تبعها خلال شهر رمضان؟ هي العموم النصائح اللي نمدوها للمريض الصائم هي نفسها النصائح اللي نمدوها قبل رمضان، لأن نهضروا هنا على الداء السكري على المرض. فوالا وشو كاين بعض الإضافات، لأنه الأكل يتبدل، عدد وجبات تتبدل، دونك المريض نصحوه أول نصيحة أنه يسحر ويفضل انه يوخر السحور، ما يسحرش بكري، يوخر السحور قدر الامكان. فوالا قدر الامكان. النصيحه الثانيه انه يشرب الماء بكميه كافيه. النصيحه الثالثه انه يشرب دواءه في وقته. هنا بالنسبه للادويه الطبيب المعالج هنا جينيرالمون كاين مرضى يخليهم بنفس الدواء وكاين مرضى يعدل في الدواء تاعهم. اذا كانت نسبه انسولين معينه راح تكون راح قادر ينقص سيتو في لي دوز دو رابيد، قادر حتى ينقص لهم في لي دوز تاع الانسولين البطيئه اللي يديروها في الليل. يعني هنا هذه من مهمه الطبيب المعالج، كاين ادويه نقدروا نبدلوها، كاين ادويه نقدروا نخليوها. كاين عدد الدكتور انه المريض لازم يزور الطبيب تاعو، هذا الشيء هذه مفروغ منه، لانه اصلا هو اللي يقول له صوم. اكثر من الخضر والأغذية الغنية بالألياف لأنه تبطأ من امتصاص تاع السكر، يجتنب قدر الإمكان السكريات، الأكل، الحلويات، لأنه المؤشر السكري تاعها مرتفع كثير، يعني مهما يذوق كمية قليلة راح يلقى السكر تاعو طلع له ليه. يجتنب أصلا الدهون الغير صحية، ماذا بينا المريض يمشي يصلي تراويح، ماذا بينا يخرج يمشي، لأنه حركة هذه النشاط البدني مليح، باسكو نهار الصباح صايم قادر يكون ما يمشيش بزاف، دونك نفضلوا انه في الليل يقدر يمشي. دونك على العموم هذه النصائح تاع اي مريض يصوم. فوالا دكتور، الان كلمه اخيره تحب توجهها للمرضى اداء السكري خلال شهر رمضان؟ هو نتمنى انه تكون النصائح اللي مديناها في الفائده تاع اي مريض يصوم في شهر رمضان. ثاني نصيحه نقدر نقولها للمريض هو انه يتبع نصائح الطبيب والمعالج، خصوصا باسكو احنا قبل رمضان ديما نشوفوا المريض نفهموه مليح، يعني النصائح كامل لخصوها له في الجلسه اللي تجي قبل رمضان. يعني ما عليه الا الانتظام بالدواء، اتباع الحميه الغذائيه تاعو، اذا قال له الطبيب افطر، اذا قال له الطبيب صوم يقدر يصوم، وهذا ما يمنعش انه يقيس السكر تاعو انتظام، اذا طاح السكر لازم يفطر. دونك هذه على العموم، ونتمنى لكل مرضى انه يصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله. احنا نشكرك دكتور، نقول لك بارك الله فيك على الحضور معنا وعلى المعلومات القيمه اللي قدمتها للمشاهدين. بارك فيك، شكرا للاخ وشكرا للقائمين على الحصه. شكرا دكتور.